نتحدث عن مبادرة السيد السوداني رئيس الوزراء فيما يتعلق باحتواء أزمة تشكيل الحكومة في محافظة كركوك وهذه المبادرة لربما ركزت على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة شريطة أن يترأس السيد السوداني مج أو رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني اجتماعات المجلس لحين حسم تشكيل الحكومة المحلية والإدارة المحلية لكركوك هكذا مبادرات يا سيد عمر كيف تجدها وهل هي ناجحة أم أنها لربما مستقبلا ستصطدم مع عقبات سياسيه. تحيه مسائيه لجنابك الكريم. لاول مره منذ عام 2003 يقوم رئيس وزراء بتقديم مبادره وتكون ناجحه ولا يكون هنالك فيها اي اختلاف وتلاقي دعم كبير من جميع القوى السياسيه التي مشاركه في العمليه السياسيه. وهذه نقطة إيجابية تحسب للسيد السوداني رغم التحديات التي هي موجودة في داخل بغداد ورغم العقبات التي هي موجودة في داخل المشهد السياسي فهي تحسب له بأي شكل من الأشكال خصوصية كركوك تتطلب تضافر جهود كبيرة وتتطلب تشغيل محركات المصلحة الوطنية بكافة طاقتها القصوى وعلينا ان ننظر للمشكله الاخرى التي ربما سوف تحدث التي هي تتعلق بموضوع مجلس محافظه دياله. انا اعتقد بان مثل هذا الموضوع سيؤسس لان يكون هنالك نوع من الحوارات الجاده وتذهب مجالس المحافظات الى تقديم حلول واقعيه بامكانها ان تذهب لتعظيم ايرادات الدوله. وخلق المشاريع الصغيره والمتناهيه في الصغر، وتعظيم دور السلطات المحافظات والاقاليم اذا كان هنالك نوع من او المحافظات الغير منتظمه باقليم. انا اعتقد بانها خطوه ايجابيه بالاتجاه الصحيح، لكن على ان تدعم من قبل جميع الفواعل المطبخ السياسي حتى لا يكون هنالك تلكؤ باي شكل من الاشكال